سؤال جوهري مفاده هل بدأت انتفاضة الخبز في إيران؟ يأتي هذا السؤال عقب الاحتجاجات التي بدأت في مدينة مشهد وبعض المدن القريبة والقرى القريبة من مشهد، وأخذت امتدادا أفقيا في عدد من المدن الإيرانية مثل قم، زاهدان، كرمانشاه وأيضا كرج، ووصلت إلى بعض أطراف طهران على مدى الأيام الخميس والجمعة. شهدت مناطق إيران تظاهرات أخذت بعدا اقتصاديا واضحا، فهي احتجاجات معيشية اقتصادية بالدرجة الأولى، وإن كانت الشعارات قد امتدت لتأخذ أبعاد سياسية، فهي بدأت على سبيل المثال من الدعوة أو مهاجمة روحاني والموت للغلاء والموت لروحاني، ثم تجاوزت هذه الخطوط لتصل إلى نظام الجمهورية الإسلامية والموت للدكتاتور. وتطرح هذه الاحتجاجات عدد من الأسئلة حول ماهية هذه الاحتجاجات، أسبابها، من يقف خلفها. وعلى هذا الصعيد يمكن أن نسجل مجموعة من الملاحظات. بالنسبة للاحتجاجات الاقتصادية في إيران، هذه ليست المرة الأولى لتشهد إيران في احتجاجات اقتصادية. فعلى سبيل المثال في عام 1992 شهدت مشهد نفسها احتجاجات، وفي ذلك التاريخ جرى محاكمة القائمين عليها، وأعدم 7 من المسؤولين عن هذه الاحتجاجات بقرار من محمد يزدي الذي كان يرأس السلطة القضائية حينها. وأيضا في عهد هاشمي رفسنجاني شهدت مدينة قزوين احتجاجات مماثلة، وفي عام 2002 شهدت إيران احتجاجات عدد المعلمين في عهد خاتمي، وأيضا في عهد روحاني في عام 2014-2015 شهدت إيران احتجاجات عمال المناجم. وبالتالي هذه ليست احتجاجات جديدة بالنسبة للجانب الاقتصادي، لكن بالنسبة للاحتجاجات الأخيرة من الممكن تسجيل عدد من الملاحظات بشأنها. أولا، وجهة المطالب الاقتصادية التي طالب بها المتظاهرون، يعني يكاد يكون هناك إجماع بين التيارات السياسية في إيران، سواء التيار الأصولي أو التيار الإصلاحي أو حتى تيار الاعتدال الذي يرأسه روحاني، بأن مطالب الناس ذات وجهة، وأن الضغط الاقتصادي على معيشة الناس قد أصبح كبيرا جدا. المسألة الأخرى أنه لا يوجد رأس لهذه الاحتجاجات، وهذا مختلف عن احتجاجات الحركة الخضراء في 2009، لأنه في 2009 كانت الاحتجاجات أولا سياسية ذات شعار سياسي واضح، أين صوتي، وأخذت شعارات أخرى كان لديها رأس واضح، مير حسين موسوي أو كروبي. أما هذه الاحتجاجات فلا يوجد لها رأس يقود هذه الاحتجاجات، فضلا عن أنها معيشية وليست سياسية، ولا تحمل ملامح الحركة الخضراء. لكن كيف بدأت الاحتجاجات؟ هناك طروحات عدة، لكن إذا عدنا للدعوات الأولى التي خرجت في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة المنتشرة في إيران وأولها تيليجرام، نجد أن محسوبين على النظام السياسي الإيراني هم من أطلقوا الدعوات للتظاهر ضد الغلاء ومهاجمة روحاني. يعني نستطيع أن نقول أن بعض المحسوبين على التيار الأصولي كانوا يعني ممن دعوا أساساً لهذه التظاهرات. الآن أن يدخل إلى هذه التظاهرات من يطلق شعارات مغايرة عن أولها، هذه مسألة أخرى لها يعني قراءات مختلفة، لكن حتى شهود عيان يقولون أن يعني البسيج هم من بدأ هذه الاحتجاجات، وهي تركزت بشكل أساسي على مهاجمة روحاني وأدائه الاقتصادي. وبالنسبة للأداء الاقتصادي لروحاني، نستطيع أن نطرح سؤال، أين أخفق روحاني؟ روحاني في عام 2013 استلم تركة اقتصادية ثقيلة جدا، يعني هو استلم الاقتصاد الإيراني، كان التضخم قد بلغ 40%، وفي ذلك الوقت كان شعار روحاني الأساسي يتركز على حل مشكلات إيران الاقتصادية. وروحاني كان يعتقد أن العقوبات هي المسؤولة بشكل أساسي عن هذه المشاكل، وأنه إذا نجح في
يعني نزع فتيل العقوبات فإن الاقتصاد الإيراني سيتحسن. فهل فعلا نجح روحاني في ذلك؟ روحاني نجح في أن يخفض التضخم، مستوى التضخم إلى 9%، وهذه نسبة يعني مهمة جدا. استطاع أن يحقق نمو اقتصادي بلغ 5%، وهذا أيضا يعني مؤشر مهم جدا. لكن في الوقت ذاته ارتفعت نسب البطالة بشكل تدريجي إلى أن وصلت بما يقرب 13%. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي من الممكن أن نركز عليها أن النمو الاقتصادي كما يطرحه روحاني وهو نسبة الذي وصل إلى 5% لا يشكل بالضرورة يعني مؤشرا مؤكدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. يعني أن التنمية الشاملة لم تتحقق، لم تستفد شيء من النمو الاقتصادي الذي أشرنا إليه. ففي الوقت الذي تم خفض معدل التضخم وفي الوقت الذي تحقق فيه النمو الاقتصادي، إلى أن نسب الفقر وعدم المساواة ارتفعت خلال فترة حكم روحاني، وهذا مؤشر مهم جدا يعني ممكن النظر إليه. فمثلا على سبيل المثال، إذا عدنا إلى الأرقام الرسمية، ولا أقول الأرقام غير الرسمية لأن الأرقام غير الرسمية يعني تعطي أرقام أكبر لنسب الفقر في إيران، لكن الأرقام الرسمية تقول أن هناك 12 مليون فقير في إيران يعيشون تحت خط الفقر المطلق، فيما يعيش 25 إلى 30 مليون شخص فقرا نسبيا. وهذا يعني في تقرير كما ورد في تقرير نشرته غرفة التجارة الإيرانية، وأيضا هناك تقارير تقول 33% من الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر. في المقابل كانت فوائد إحياء التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي تذهب بصورة شبه كاملة إلى القطاعات الحكومية والقطاعات المحسوبة على النظام الإيراني. يعني مثلا 110 اتفاقيات بلغت قيمتها 80 مليار دولار على الأقل منذ التوصل للاتفاق النووي 2015. 90 من هذه الاتفاقيات عقدت مع شركات تملكها أو تسيطر عليها مؤسسات الدولة أو تتبع بصورة أو بأخرى لمؤسسات الدولة. وبالتالي نستطيع أن أقول أن روحاني فشل في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل الذي يعم يعني نتائجه أو تأثيراته جميع المجتمع الإيراني. أيضا في مسألة في غاية الأهمية، إذا عدنا إلى الميزانية التي أقرها البرلمان أو اقترحتها حكومة روحاني، نجد يعني أسئلة كبيرة جدا حول جدية روحاني في حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية في إيران. فعلى سبيل المثال، ميزانية حكومة روحاني في العام 1395 الشمسي اللي هو يعني تقريبا 2016 استندت لركيزة يعني التقشف والأمن، في وقت انخفضت في ميزانية الرعاية الاجتماعية نجد أن يعني قطاعات الدفاع والأمن والحرس الثوري شهدت يعني نمو حاد في الميزانية. في منتصف نيسان 2017 قال روحاني أنه يفخر أن الميزانية العسكرية ارتفعت بنسبة 145% منذ توليه الرئاسة في عام 2013. فنجد أن الجوانب العسكرية والأمنية حازت على نسبة أعلى من الموازنة، في حين يعني تراجع الاهتمام بالجوانب التنموية الأخرى. بشكل يعني باختصار نستطيع أن نقول أنه لا يمكن التقليل من أهمية وتأثير هذه التظاهرات في إيران، لكن في الوقت نفسه لا يمكن التهويل أيضا بنتائجها وأعطائها أبعاد أكثر مما تحتمل. فعلى سبيل المثال يعني استخدم شعار لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران، أو مثلا الشعارات التي طرحت حول تدخل إيران في سوريا لإعطاء أبعاد سياسية لهذه الاحتجاجات، لكن في الحقيقة لا يوجد بنية أساسية للاحتجاج على السياسات الخارجية لإيران. يعني لا يمكن القول أن هناك حراك أخلاقي يدين التدخل الإيراني في الخارج.
لكن هذا الاحتجاج يأتي من باب ما يطرحه الإيرانيون دائما، أن المصباح الذي يحتاجه البيت يحرم على المسجد، وأن فقراء إيران أولى بالدعم. من هنا يمكن فهم حتى هذه الشعارات السياسية التي رافقت هذه الاحتجاجات الاقتصادية ضد الحكومة. هناك نقطة تتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات، وتصعب من قدرة إيران على يعني المؤسسة الحاكمة في إيران في التعامل مع هذه الاحتجاجات، وهي أن المقاربات السابقة جميعها للاحتجاجات المماثلة كانت مقاربات أمنية، والنظام الإيراني يعني مدرب على التعامل مع يعني الاحتجاجات ذات الطابع الأمني السياسي، يعني لا يوجد مقاربات خارج المقاربة الأمنية، يعني المقاربات الاقتصادية ما زالت إلى الآن غائبة. كل المحاولات الاقتصادية لإصلاح النظام الاقتصادي الريعي إلى الآن فشلت. الآن يطرح تنفيذ سياسات اقتصادية قصيرة الأجل لمواجهة الفساد الاقتصادي بشكل جدي وحقيقي، يعني على الأقل لنزع فتيل هذه الاحتجاجات. كما قلت أنه لا يجب التقليل من أثر هذه الاحتجاجات، وفي نفس الوقت لا يجب التهويل بشأنها بوصفها مهدد مباشر لبنية النظام. نظام إلى الآن قوي ومستقر، لكن هذه الاحتجاجات تعد مؤشراً مهماً جداً على التحولات التي يشهدها المجتمع الإيراني، لا يمكن إسقاط تأثيرها مستقبلاً. بشكل أساسي من الممكن يعني الانتخابات الأخيرة، على الرغم من أنها يعني أظهرت أن النظام السياسي مستقر في إيران، لكنها كشفت عن انقسام داخل المجتمع الإيراني. أظهرت الانتخابات وجود كتلة اجتماعية وتيار سيكون له تأثير وحضوره في مستقبل إيران. هذا التيار يتسم بالحرمان، الغضب هو أبرز ملامحه، شعوره بالتهميش الاجتماعي والاقتصادي، عمقه يمتد في الأرياف والمدن الأخرى غير طهران، تيار شعبوي. وهنا يعني من الممكن استحضار تيار أحمدي نجاد إلى الواجهة، لأنه بشكل أو بآخر من الممكن الإشارة في هذه الاحتجاجات إلى الصراع السياسي القائم في إيران بين التيارات السياسية المختلفة، وتيار أحمدي نجاد الذي يذهب أبعد من بنية النظام القائم.